is the goalkeeper. Aspilicueta starts with Nathaniel Clyne as the wide defender. الله الله عليك يا دوناروما. The opposition can get at them. الله عليك. ديبالا يا الله. حلو 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 يا الله. اوه لا 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 يا الله. والله باص خرافي من ابراهيموفيتش ونتاخر بالنتيجه 1-0. أندرسون مضيع يا سلام في الخواتيم يا حبيبي في الوقت بدل الضايع سجلنا الهدف. أندرسون صراحة خفت يضيعها لأني ما جربته بالشوط قبل هيك، لكن الحمد لله سجلنا الهدف والحمد لله نتعادل في نهاية الشوط الأول. وانتهى الشوط الأول الحمد لله تعادلنا يعني قبل ما ينتهي الشوط. في حال التعادل يعني تعتبر نتيجة كويسة نوعا ما، لكن بإذن الله نحاول إنه نروح الشوط الثاني ونجيب الفوز. الله يلا 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 الله يو الله كيف صدها. أوه كوتينيو يا الله الله عليك الله عليك يا كوتينيو. شوف 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 والله صناعة خرافية وهدف ولا أحلى. ما اعرف ليش اليونايتد ما يلعب دخية تقريبا مصاب، لكن شوف الصناعة وشوف المراوغة الخرافية جدا والهدف الحمد لله يجي. ديبالا روح يلا ديبالا يا الله. وطلع طلع 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 حلو يلا شوط الله حلو. وانتهت المباراة، مباراة يعني اسهل مباراة الصراحة لعبتها في الدوري بغض النظر عن المباريات اللي خسرنا فيهم. كان استحواذ يعني بالنسبة لمانشستر يونايتد، صح انه عندهم عنا تسديدات اكثر لكن كان لعبهم جدا خرافي والحمد لله فزنا بهي المباراة. خلينا نروح الان ونشوف ساوثهامبتون 3 طيب خلينا نشوف نتائج بقية الفرق مو مهم. عنا تدريبات وفرق صار 13 نقطة بيننا وبين أقرب ملاحقين. طيب خلينا نشوف التدريبات، فراح أحط أي أحد. فهل في واحد يحتاج تدريب؟ صراحة المدافعين أحتاج إني أدربهم شوي. أزبيليكويتا مين؟ والله ما أعرف مين أدرب بالضبط، فأنا ماتيب راح أدربه. طيب خلينا نسوي محاكاة للتدريبات. اوه كويس ماتي ارتفع بالريتنج وصار 84 شيء يعتبر كويس. طيب طيب راح اترك يعني الحلقة هي تخلص على هذا الشكل، لأن الصراحة ما اريد اروح سوق الانتقالات. فمثل ما انتم شايفين هي هذا جدول الدوري، يعني نحن عندنا اهداف سجلنا 35 هدف وتلقينا 12 هدف بس كتقريبا اقوى دفاع يعني نحن نعتبر بالدوري، شيء يعتبر جدا ممتاز. ايضا كاقوى هجوم شيء يعني جدا خرافي، مهاجمين جدا ممتازين، لكن باذن الله لما مهاجمينا كلهم يرجعوا من الاصابه راح يكون شيء جدا ممتاز. فمثل ما انتم شايفين يعني عندنا ماني ما زال لغايه الان هو وللان الاثنين مصابين، لكن الحمد لله على كل حال. فمثل ما انتم شايفين تشكيلتنا يعني على هذا الشكل الان. فيعني بس شباب كذا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. صح ان الفيديو ما كان طويل او يعني كان في بعد الأغلاط، لكن أتمنى أنكم تعذروني. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، أشوفكم على خير في فيديوهات جاية. في أمان الله.